بخير عليكم، كي دايرين؟ اختي بالله في هذا الفيديو هذا مني وحق الله العظيم الا ملي تعافيت ملي طيحت لو وانا كنتسنى فشي عراضه، باغا نلبس التكشيطه قسما بالله باغا نلبسها باش نشوف كيفاش غادي تجيني، كيفاش غادي نبان وسط منا. المهم حيت فاش كنتعافي اكثر حاجه كتباني فيها هي البلدي. ايوا يا لالا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا 5 5 واموركم كلها على ما يرام. ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ما شاء الله معروضه، عندي عراضه بلا ما ندخل في الديتاي. المهم معروضه وصافي، جبت التكشيطه البارح لعمل لعمل سيدي، عاد غادي ندخل باغا ندوش باش نمشي نصايب شعري وقاد. المهم داكشي، وقلت غنبارطاجي معاكم صراحه. غادي نوريكم التكشيطه، غنوريكم داكشي اللي غندير في الدار حيت ما يمكنليش نصور عند الناس. المهم نوريكم التكشيطه واخا غتكونوا شفتوها في التصويره انا نوريكم التكشيطه. هانتوما يا لالا، هانتوما واحد جوج ثلاثه. عرفتوا هاد الثليجه هادي كانت محمقاني وحق الله العظيم كنشوفها عندها في لاباج. المهم دابا نخلي لكم لاباج مني ختي سينو، راني غنكون حطيت لكم ريل في انستغرام، غادي تلقاوها انستغرام ديالي نخلي لكم هنايا. هانتوما شوفوا جايه كتحمق، نحلها نوريها لكم، جايه فريمون واعره واعره. عندها جوج من هادي، عندها في هاد الغوز هذا وعندها في لورونج، وانا كنت باغا ناخذ الليمونيه صراحه. ومن بعد ملي شفت هادي عجبتني، هما بجوج بهم واعرين. الثليجه ديال الثليجه ديال المبرا كتحمق، وشوفوا كيفاش مخيطه على حقها وطريقه. والحاجه الواعره عرفتوا ملي قيستها قسما بالله العلي العظيم الا تحلفوا عليها حتى ديالي، حيت جايه مفصله عليا وجاي داك التحتاني ديالها في الغوز. الغوز يا لالا، هانتوما شوفوا لي ديطاي في الكميمات بالخضر والغوز كيجيو واعرين. شوفوا وهنايا في الكول، وهابطه كامله فريمون هابطه كامله بالخياطه. المهم فاش غنلبسها نخلي لكم لي فوطو، نخلي لكم حتى شي فيديو هكا باش تشوفوا كيفاش دايره. وداك التحتاني ديالها حتى هو مخيط بالصم على حقه وطريقه، جايه مسدوده من القدام حيت محلوله من الجنيبات. كتحمق، شوفوا لا كولور، انا عجبتني فريمون، عجبتني وسطاتني وهبلاتني يا لالا. يا خاصني نجاوبكم، تسناو بلاتي نرجع التكشيطه. ديك المره فاش كنت درت لكم داك الماساج ديال الوجه، بزاف كتبوا لي شيماء واش عندك لابو سونسيبل، شيماء وجهك كيحمر، شيماء وجهك احمر، وجهك هادي وجهي. انا قلت لكم اصلا فاش يلاه بديت الفيديو قلت لكم راني يلاه فايقه من النعاس. انا فاش كنكون يلاه فايقه من النعاس ولا يلاه جايه من الحمام كيكون وجهي حمر هكاك، كتكون ديك الدوره الدمويه فيه حمراء. وواحد الحاجه وحده اخرى، بحال دابا الا درت غير هكا وبقيت واحد غير شويه فاش كنجي نطلقها، هانتوما شفتو وجهي هكا داير، وجهي كيحمر بزاف، ولكن ما عنديش لابو، ما عنديش سونسيبل. وداك الماساج واش يمكن لابو سونسيبل ديرو؟ ممكن لابو سونسيبل ديرو، غير خاصك تعرفي اين برودوي ديري بيه، حيت فاش كتكون البشره حساسه ودخلتي برودوي بزاف كتقدر دير لك واحد الالتهاب ولا كتحمر لك. وبالنسبه للناس اللي عندهم لا غوزاسي، شنو هي لا غوزاسي؟ هي كيكون عندك واحد وجهك كيكون ما فايقه، ما ماشي الحمام، ما في الشمس، ما حتى شي حاجه، انتي وجهك هكاك داير كيكونوا كيبانوا لك واحد العريقات رقاقين حمرين. هذاك بالنسبه لذاك النوع خصوصا ديال البشره كيكون خاصو واحد العنايه بوحديتها، كيكون خاصو يمشي عند الطبيب ودي برودوي ديالو بوحديتو، حيت سينو كيكونوا لي غيد. كتكون ديك انا نشرح لكم، كتكون ديك الجلده الفوقانيه اللي عندنا حنا هنا كتكون رقيقه بزاف، يعني اي حاجه كتقدر تاثر عليها. واهم حاجه خاصها دير هي ليكرون، ماشي اي ايكرون، كيكون ايكرون خاص بديك البشره وبديك لاباتولوجي، حتى داك كيكون مرض وكيكون مرض بادي من الصغر، وهو دو بريفيرونس يتعالج قبل ما توصلي ل 30 عام باش كتقدي انك
تليميتي لي غيد وتليميتي داك التقشار وتليميتي حيت كتكون شحال من حاجه كتولي عندك في لابو ديالك. يعني البنات الا عندكم بحال هكا شي عريقات في الوجه ديالكم كيبانوا لكم رقاقين ولا وجهك باغ اكزومبل الا تعرض لاشعه الشمس ولا شي حاجه كيبدا ماشي كتزنقي انا ماشي بحالي انا كنتزنق انا فريمون كنتزنق كيكونوا لا كيكون عندك بحال الخطوط عريقات ديزين حمرين خاصك تمشي ضروري عند ديرماتو باش تشوفي شنو كاين اكزاكتومون. سينو انا اختي مني كنكون ناعسه كنفيق هكاك سورتو الا كنت نعس وسخنت نيت بالمعقول ومني كنكون جيت من الحمام ويلي كيخصني واحد النهار عاد كيبرد ليا وجهي هكاك دايره دو ناتور ولا كنت بحال هكا كنهضر مع شي حد و حشمت ولا وجهي كيولي كيما طاش ماشي كنتزنق من بلاصه وحده كيحمر كيبغال ماشي كيحمر. المهم البارح في الليل درت واحد السوان لوجهي من ماشي ماساج درت واحد السوان غير في الدار درت له درت غوماج وغسلته داكشي مزيان ودابا قبل ما غادي ندخل ندوش غادي ندير واحد الماسك ديالي اللي غنديرو معاكم. هاد الماسك هذا كنت خديته من شنو سميتها بي بيوتي فريمون زوين. هو شنو كيدير هو كيبيض كيوحد اللون ديال البشره وكيحيد دوك التصبغات. ما عقلتش على هذا ما عقلتش واش كنت بارطاجيتو معاكم ولا لا. المهم هو اون جينيرال هذا باش زوين بيو اون جينيرال ماسك ديال اي ماسك ديال النيله واعر الوجه وحق الله العظيم اي ماسك ديال النيله خطير الوجه. واحد هو اللي يتهلا في راسو نورمالمون خاصني نمشي للحمام ونصايبات شي هو في الحمام ما عنديش الضو بزاف. هذا كتقدو ما ديروهش لوجهكم كامل كديروا اون بارتي اللي بغيتو تبياض ولا انا كنديرو غير هنا فهاد هذا اللي داير بالوجه كيبيض ماشي خاصك ديريه وتعاودي مكيبه كيبان لك داك الهدف في اول مره. شوفوا راه ما دايرالوش اشهار ثم اي حاجه كيحسب لكم اشهار ما دايرالوش اشهار. انا اصلا قليل في كنخدم اشهارات في يوتيوب قليل الى 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 يمكن دايره شي اشهار واحد ولا جوج انتوما يا لالا كنديرو غير هنا ما كنديروش في جبهتي كنديرو غير في هاد لابارتي هادي صافي. وحتى الا كانت عندكم بحال هكا شي طاش بغيتوها تبيض كديرو هذا هو كان الامراه الزرقاء صافي. كنخليه واحد راه كينشف بحال 10 دقائق ماكسيموم وكن كنغسل وجهي عرفتوا واحد الراحه مشيت غسلت شوفوا كيفاش كيخلي لهذا فريمون كيخلي واحد لابريونس زوينه في الوجه. ماسك النيله البنات ماشي بالضروري هذا اللي عندي اي ماسك ديال النيله واعر خاصها غير تكون ديك النيله الحره حيت لما كانت حره غادا تزرقك براس ما غادا تبيضك باش نكون معكم اونيت. وملي تبغيو تغسلوا اي ماسك ديال النيله سواء هكا مخلط ولا بودغ نتوما اللي صايبتوه مع دانون مسوس ولا شي حاجه خليه حتى يبس ومسحو بشي فوطه فازقه ولا بلانجيت ولا باي حاجه عاد غسلوا وجهكم. ما تشدوش وتغسلوا حيت الا شديتو وغسلتو بحال كديعوها وكتولي صعيب انكم تمسحوها. من بعد غادي نمسح دابا راني غسلت وجهي شفتو كي داير داك الماسك واعر والله الا واعر النيله واعره. دابا غادي ندير هاد السبراي هذا تا هو من باج وحده اخرى هذا ديال الماس اللي كناخذ من عند داك الزيوت ديال الشعر. هذا ماء مقطر ديال ذكر اللبان كنديرو هكايا في هاد القطينات هادو هي شويه كثر شي واحد شويه قطر وكتجي كدوزي هكا على وجهك كامل كينشف. شنو وجهي الا درت له غير ها كيحمر هادشي اللي عطا الله زعما هادشي ديال الله شكي ولا واحد النهار كنت جالسه مع واحد البنت كاسي كنهضروا على الحمام على الحمام ايه وبدينا كنهضروا قالت ما عرفت كيفاش هذا قالت لي وجهها هاكيس ما عقلتش والله ما عقلت على الديتاي. قلت لها انا وجهي ملي كنخرج من الحمام خاصو 4-6 سوايع عاد كيولي لونو عادي كيولي لونو كيبقى احمر فريمون كيبقى احمر.
قالت لي لا لا راه كديري العكر الفاسي. قلت لها كندير خالتي التازيه ماشي العكر الفاسي، ما كندير حتى شي حاجه، انا وجهي هكا داير خلقت الله. وباش نقول لكم واحد الحاجه، شفتوا هاد لي برودوي وهادشي اللي كيبيض واللي كي هذا، راه ضروري تكون عندك اون باز. راه الا كان وجهك ما بيضش ولا وجهك انت ما مهلياش فيه، ما كديريش لي باغ اكزومبل داك لي سوان. انا ايدغا فاسيال ديما كنديرو، ما كديريش لي سوان، ما كديريش ايدغا فاسيال، ما كتنقيش وجهك غير كدرقي، ديما دايره الماكياج، ديما دايره فون دو تان. شوف فون دو تان فوقاش اليوم معروض العرس، وانتم غادي تشوفوا الميك اب اللي غادي، ما غاديش ندير فون دو تان، ما غاديش نديرو، غادي ندير غندير ميك اب خفيف، حيت اولا عيانه والله القسم. هاد الانسانه هادي بالضبط اللي غدا عندها كون ما كانتش عزيزه والله ما نمشي، حيت فريمون عزيزه غادي نمشي عندها ودرت معاها فالطه، يعني ضروري خاصني نمشي اليوم. وانا ديك اللعبه ديال ما كنحتاجش نبقى ندير فون دو تا ولونتيسير ونغطي ونهذا وبزاف ديال الحوايج، لا اشنو كندير، كندير لي باز. شنو كندير باغ اكزومبل حجبان، يعني نتوما غير كنفيق في الصباح كنصايبهم دغيا، واخا غير كنزرب عليهم المهم كيبانو، كيبانو مصايبين. ما بغيتش ندير الميكرو بليدين حيتاش ما كيعجبنيش وكيزراق، وكاع اللي داروه ما بقاش عجبني فيهم، ما عندها حتى شي فائده انني نرسم الشعر ويدوز شهر خاصني نعاود ندير الغومبليساج، ومن بعد عاوتاني غادي يولي ليا خضر صفر، خاصني نبقى ديما غاده جايه غاده جايه. جو بريفير انني نصايب هكا بلا بودغ في الدار عندي، ولا بالكرايون ولا بالليكال طرونكيل، حس ليا ما نقيسو ويصدق في الاخر خضر ولا قهوي ولا زرق ولا ما نعرف ليه كيفاش داير، انا ما كنبغيش نحادي في وجهي. ثاني حاجه كنلعب على لو روج ا ليف، كندير انا لي روج ا ليف في اي لون، اليوم ما عرفتش الصراحه اشنو غادي ندير، مي اون جينيرال غادي ندير ماكياج خفيف، وغادي ندير واحد لو تري هنايا نكبر شويه عينيا صافي، هذا ما كان. باغ كونطخ شعري، شعري غادي نبوكليه، ما نخليهش هكا، انبوكليه وغندير الشمشطه وغندير شي اكسسوار ولا شي، بالتفاصيل راني غادي نخلي لكم شنو غادي ندير. المهم هذا ما كان، دابا غادي نمشي ندخل نضرب واحد التدويشه، ومن بعد نلبس حويجاتي ونوريكم الشكل النهائي غاطو انا سير. المهم خليكم معايا تشوفوا، قولوا لي كيف جيتكم، قولوا لي كيف جاكم القفيطين، كيف المهم داكشي كامل خديو لي في لي كومونتير والقليبات بيان سور. يلا خليكم معايا. Thank you.